اليوم الحدث يتعلق بطلب كاين بعض الإخوان أخ محمد فقراء وضع طلب من أجل يعني ملتمس أو لا ملتمس لدى السيد العامل من أجل تطبيق مسطرة أو لتحريك مسطرة فقدان الأهلية. أنا تقدمت بطلب مغاير وهو طلب إجراء معاينة انقطاع السيد رئيس المجلس الترابي لسيدي بن نور عن العمل في إطار تنفيذ وتنزيل المادة 20 من القانون التنظيمي 113/14 والتي تنص صراحة على أنه يوجد في حالة انقطاع حال أن الرئيس ونوابه يوجدون في حالة انقطاع يعني في 8 حالات من بينهم البند الثامن واللي هو حكم نهائي، ورئيس المجلس الترابي لسيدي بن نور تتوفر فيه هذه الحالة يعني البند الثامن من المادة 20 للقانون التنظيمي 113/14 ألا وهو الحكم النهائي، بحيث أن هناك حكم نهائي صادر عن المحكمة الابتدائية تدين فيه رئيس المجلس الترابي بثمانية أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 66,000 درهم. أكيد لأن هذا القانون المادة اللي كان المادة 20 هي اللي كتحدد لنا بحالة الانقطاع، وحالة الانقطاع ماذا ينتج عنها؟ ينتج عنها حل المجلس يعني المكتب والرئيس يعني يتم عزلهم طبقا للمادة التالية أو الموالية اللي هي المادة 21 من القانون 113/14، وهذا كله لأن هذا الحكم النهائي الصادر في حق رئيس المجلس الترابي لسيدي بن نور يفقده الأهلية طبقا لمقتضيات المادة 7 من القانون 57/11 المنظم للعمليات الانتخابية. هذه الحالة المادة 7 التي تنص كذلك صراحة على أن فقدان الأهلية تكون في حق الأشخاص اللي من بينهم اللي عندهم عقوبة حبسية نافذة يعني كيفما كانت مدتها، وكذلك أو عقوبة حبسية موقوفة التنفيذ تفوق 3 أشهر، أو غرامة جنحية في يعني بسبب إصدار يعني عدة جنح من بينها إصدار شيك بدون رصيد، وهو الأمر الذي يتوفر في حالتنا هاته لرئيس المجلس الترابي لسيدي بن نور. أكيد هو حكم نهائي، وهذا هي المغالطات اللي كيبغيو يحطوا فيها المواطنين. نحن نريد اليوم توضيح بعض الأمور، من بينها أن الحكم أصبح من يعني نهائيا بأداء الغرامة، لأن استوفى جميع المراحل. تم يعني ابتدائيا الاستماع إلى الرئيس من قبل النيابة العامة في إطار يعني مع الضابطة القضائية، اعترف بالمنسوب إليه، تم تقديمه أمام سيد وكيل أولاد النيابة العامة لتهيئة تستمع فيها ليه، وتم يعني أداء ما بذمته والإفراج عنه مقابل التنازل، وتم تحريك المسطرة العمومية من طرف النيابة العامة، وتم تبليغه بأن هناك تحريك للمسطرة العمومية وبأن غتكون جلسات يعني، وتمت المحاكمة في إطار جلسة 8/3 التي أدين فيها بثمانية أشهر سجنا موقوفة التنفيذ وغرامة. وبعد ذلك وبعد استنفاد جميع المراحل تم يعني تبليغه بالإكراه البدني من طرف يعني القسم ديال الزجري التنفيذي، الزجري التنفيذي هو اللي سمع عليه المواطنين، سمعوا شي مره بان يعني كانت كتروج في المدينه بان رئيس المجلس تمات يعني اعتقاله او الى غير ذلك من طرف يعني الشرطه القضائيه في يعني احد يعني السدود القضائيه، هذا بسبب هذا الملف هذا واللي من وراه يعني ادى الغرامه اللي هي 66,000 درهم بتاريخ 8/11/2023. وبما انه ادى الغرامه فالغرامه نافذه، وبما ان الغرامه هي من احدى الحالات التي تفقد الاهليه فنحن تقدمنا بطلب من اجل تفعيل القانون واجراء معاينه لانقطاع الرئيس بسبب ادائه لهذه الغرامه
المحكمة التي تعتبر نهائية وتعتبر من يعني الأسباب التي تفقد الأهلية. لا, لا لا يمكن ان يكون هناك صلح مثلا مع القانون هذا. نحن اقولها دائما يروجون بان مثلا حامد يفيد في حاله نزاع او لا منازعه او لا شجار مع الرئيس. انا لست في نزاع مع الرئيس، ما احنا مضاربين على ورث، ما احنا مضاربين على ديون، ما احنا ضاربين مع والو. نحن فقط اليوم هذه هي اللي ما كيبغيوش يفهموا المواطنين وما كيبغيوش يفهموا بعض المواطنين، اقول بعض المواطنين او بعض المحسوبين على الاغلبيه والأغلبية، بأننا نحن معارضة ليست كباقي المعارضات. معارضة تريد أن تفعل وتعمل القوانين أينما كان القانون لكي من في إمكانه أن يحفظ يعني النظام العام، والأهلية هي من النظام العام، لأن ما يمكنش أن واحد سيد فاقد للأهلية نخليه كترأس لنا جماعة. نعطيكم أنا غير مثال أيا كان، لأن المشرع حينما أعطى للقضاء هاد يعني العزل وأعطاه يعني صلاحية العزل وأعطاه هو متابعة ديال الحريات العامة باش يضبطها، والحريات العامة من ضمنها الأهلية الانتخابية، والأهلية الانتخابية كتدخل وهي لاصقة بالنظام العام. فالقضاء من شأنه أو من اختصاصه الحفاظ على النظام العام. اليوم احنا دقينا الباب على السلطات الإدارية أولا كيعني إجراء مصطري ضروري أننا حطينا الطلب ديالنا عند السيد العام لأن هو صاحب الاختصاص حسب المادة 64 و65، لأن هو الذي يجب عليه أن يجري أو يقوم بإجراء معاينة الانقطاع. هذه المعاينة اللي من بعد ستؤول إلى القضاء، كما قلت هذا القضاء هو الضامن للنظام العام، وفقدان الأهلية يصب في صلب النظام العام، لأن ما يمكنش تعطي مثلا، أنا أقول مثلا رئيس عنده سوابق نعطيه ترأس لنا مؤسسة دستورية، أو لا شخص عنده سوابق سجنية أو حبسية، لماذا حرمه القانون بعدم الأهلية؟ لأنه ما يمكنش يترأس لنا أو لا يدبر شؤون ديال واحد جماعة وهو فاقد للأهلية، لأن ما أفقده الأهلية هو الفعل الجرمي الذي قام به. لأن نحن في بلد، احنا بلد قانون، ونحن نفعل القوانين، أقولها وأعيدها وأكررها لمن لا يريد أن يقتنع بها. نحن معارضة مؤسساتية، فبالتالي ما كنديروش المعارضة ديال القهاوي، ما كنديروش المعارضة ديال القيل والقال وديال كما كيبغيو يسحبونا ديك الشيء كيبغيو هما، يريدون أن يشيطنوا المعارضة بأن المعارضة ما مزياناش. أخي أنا ماشي ضد شي واحد، لست هنا لأنتقم من أحد، أنا هنا فقط مع تفعيل القوانين وليس شيء آخر إلا تفعيل القوانين والمساطير. وفين ما بان لنا بأن المساطير خاصة تطبق غنطبقوا المساطير، طبقناها ونحن في التسيير، طبقناها ونحن في المعارضة، واليوم نطبق لنا هذا حق ديالنا كمستشارين، نحن نمثل الساكنة. فين ما بان لنا الخلل يجب أن نقف على هذا الخلل. الشكاية ديال المحجز هي في أيادي، أنا أقولها دائما آمنة وآمنة، احنا وضعناها درنا اللي علينا، احنا درنا اللي علينا. الآن نحن لا نشك في قضائنا، لا نشك في مؤسساتنا، فالمؤسسات يعني حسب المعلومات اللي كاينة عندنا دايرة الواجب ديالها، قايمة بالواجب ديالها في إطار المتابعة ديالها، استمعت لعدة أطراف في القضية منهم موظفين إلى غير ذلك، ونحن يعني نأمل خيرا بأن تتم تحريك المسطرة في يعني عموميتها بشكل واضح.